أرحب بكم أعزائي الطلبة في محاضرة جديدة، وياكم الأستاذ محمد نجم النوفلي. أتمنى تشتركون بالقناة وتشاركون هذه الفيديوهات لزملائكم وللمهتمين بدراسة مادة النحو المرحلة الرابعة. اليوم راح ناخذ 7-5 اللي هو Transformational Relations. الموضوع اسمه Transformational Relations، يعني العلاقات التحويلية. يعني اكو عندي فد علاقات بها ارتباطات معينة، يعني عندي تحويلات بالباترنز اللي اخذناهن، وهذه شنو التغييرات اللي ممكن اني اغير بيها، وهي يعني اوكي اتس اكسبتابل يعني اوكي. فراح نتحدث على التحويلات، تحويلات اللي تكون داخل الجملة. ومن ضمن اهم التحويلات او يعني التحول او يعني التغير هو المبني للمجهول. المبني للمجهول يعتبر من اهم التغييرات التي تحدث في الجملة. فهنا مثلا عندك هنا my critics dislike the play، راح اقول the play was disliked by many critics. زين، بالبداية كان عندي فاعل وفعل ومفعول به، هسه صار عندي فاعل البلاي، صار عندي فاعل جديد وديسلايكت هو الفعل. باي ماني كريتكس هنا هي صارت اي، احنا راح نرمز للفاعل القديم بالرمز اي، يعتبر اي يعني يكون الرمز مالته اي. يقول لك يسمونها هذه phrase prepositional phrase. هنا هو شوف ايش قايل لك، by phrase عبارة الباي symbolized here as a، اذا يتم رمزها بالرمز اي بين قوسين، هذا هو رمز الفاعل القديم. راح اعيدها مرة اخرى. الموضوع اسمه تحويلات. اول تحويل عندنا هو الباسيف المبني للمجهول، اتحول الجملة من المبني للمجهول المبني للمعلوم. مثلا I او مثلا علي breaks the window. علي breaks the window، علي كسر الشباك. بالمبني للمجهول ايش راح يصير؟ the window is broken by علي. تحويل الجملة من المبني للمعلوم الى المبني للمجهول. الفاعل الاول اللي هو many critics اللي هو علي راح يصير بعد باي، يعني نخليه بعد باي. حتى تدرس المبني للمجهول موجود ايضا انا شارحه على اليوتيوب. ف the play was disliked هاي مبني للمجهول. او مثلا اقول the window is broken by علي، الفاعل القديم اللي خلناه بعد باي هنا راح نسميه اي تحت هنا تحت هذا القوسين، تحت هذه القوسين. زين، خلي ناخذ مثال اخر حتى توضح لك الصورة اكثر. A number of people saw the accident، عدد من الناس رأوا الحادثة. الان الجملة عندي فاعل وفعل ومفعول به، راح احول الجملة الى المبني للمجهول، اجيب المفعول به الاكسيدنت اخليها بالبداية، واخلي was seeing هذا الفعل، وهاي by a number of people هاي احنا نضيف الفاعل نجيبه نخليه هنا. اذا هذه الجملة مبني للمعلوم وهذه الجملة مبني للمجهول. نلاحظ ان الاكسيدنت هذا الفاعل صار عندي فاعل جديد، زين، وهذا الفعل، وهنا هذا الفاعل القديم اللي صار بعد الباي رمز لاله بالرمز اي تحت هذه القوسين. اذا هذا هو الترانسفورميشنال ريليشن، هذه اول علاقه. ملاحظه عندنا تقول where the passive draws more attention to the result than to the action or the agency resulting. Get frequently replaced by be though chiefly rather informal usage used.
هنا طلاب يقول اكو ملاحظة مهمة، ملاحظة مهمة، اذا كان هنالك تركيز على التركيز على النتيجة اكثر من الفعل فراح نستبدل الواز بالجيت. ليش؟ لانه اني عندي تأكيد على النتيجة. The window was broken by my younger son. I know how the window got broken. الواز هنا جبتها خليتها got. زين عني؟ وهنا I know how the window، العبارة المهمة the window was broken by my younger son. هنا I know how the window got broken. إذن استبدلنا الواز بالجيت لأنه أكو تأكيد على النتيجة بس، هذا الشيء المهم. ناكو ملاحظة، إذا أكو تأكيد على النتيجة كبير نستخدم بكم، يعني إذا أكو تغيير هو شوف الفكرة وين، الفكرة أنه إحنا عندنا تغيير، وإذا عندي تغيير فيفضل أنه أنا استبدل الواز بالجيت، وإذا عندي تغيير أكبر فأسوي بكم. يعني هنا بيقول لك بمرور الزمن الأثاث أصبح مغطى بالغبار، هنا اكو تغيير كبير، فعندما يحدث عندي تغيير كبير استخدم البيكم او الجيت نفس الشيء، ولكن من يصير اكو تغيير كبير اكو تغيير راح استخدم البيكم، من يصير عندي اكو تأثير على النتيجة وتأكيد على النتيجة هنا اثنينات بين النتيجة يعني، بس هذا النتيجة هنا اكبر من هنا. اذا من يكون عندي تأكيد يعني تغيير كبير هنالك نتيجة كبيرة استخدم اني البيكم واستخدم الجيت اكثر شيء، لو البيكم لو الجيت، ولكن الاقوى انت احفظ هذه الامثله حتى اذا اريد اجيب الاستاذ امثله سؤال فراح يجيب فد شيء مشابه على هاي الحاله. هسه لنروح على موضوعنا الاساسي، نعوف الجانبيات ونجي على موضوع الاساس. موضوع الاساسي هو التحويلات، وهاي ملاحظتين جانبيه حتى لو يعني بس تقراهن ما لك علاقه بهن. موضوعنا الأساسي هو الباسيف والتحويل، وهنا عم نعطيك أمثلة. Queen Victoria considered him، شوف هذا الفاعل وهذا الفعل وهذا المفعول به، نحوله طبعا هنا عندنا لأن عندنا مفعول به اثنين فإن طريقتين، he was considered كذا، ونقدر نقول he was considered أو نقدر نقول a genus consider. هنا هو قايل هي يعني الهم نحولها إلى هي، والواز نكمل جملة مثل ما هي، ولا ننسى باي كوين فوكتري فيكتوريا الفاعل القديم راح نرمز له بالرمز اي، واضح. وهنا هذه التكملة جينس تكملة، هي اصلا تكملة. زين نفس الحالة الحالات البقية بالضبط، اللي راح يجيني بعد الباي اسميه الاي، ارمز له رمز اي. My father gave me this watch. I was given this watch by my father. لو this watch was given by me by my father. هذول اثنيناتهم احنا نعتبرهم ظرف، بس هنا ليش نقدر نقول my father gave me this watch؟ نقدر نعتبر المي فاعل ونقدر نعتبر this watch فاعل. فذولا يعني صار عندي يعني هذولا عندي مفعولين بهم اثنين مباشر وغير مباشر. المي راح نجيبه نخليه هنا ونحل، او نجيب this watch نجيبها من نخليه هنا. اذا هاي الجمله يصير لها مبني للمجهول اثنين فقط لما يكون عندك direct و indirect object. راح اعيد شرح الموضوع. هسه حاليا هنا عندنا امثله على المبني للمجهول، شلون تحول المبني للمعلوم للمبني للمجهول، والفكره الاساسيه انه هو تحويل المبني للمجهول بشكل اعتيادي مثل الاعداديه ومثل المتوسطه والمرحله الاولى والثانيه والثالثه، كل فرق ماكو. الشيء الوحيد انه الفاعل القديم اللي راح يصير بعد التحويل ورا الباي رمز له بالرمز اي، كل شيء ما اكو جديد، كل الماده القديمه اللي ماخذها روح اقرا المبني للمجهول، هذه لا اكثر ولا اقل. زين عيني، اذا عندك سؤال على هذا الموضوع لحد الان اتركه بالتعليقات. زين اكو عندنا علاقات اخرى؟ اي نعم عندنا علاقات اخرى. شن هي العلاقات اللي اخرى اللي ممكن يصير بها تحويل؟ الاس في ممكن التحول الى اس في سي اس، يعني
الجملة اللي عندي بيها the baby is sleeping اللي هي تعتبر هنا فاعل وفعل. the baby فاعل و is sleeping هذا الفعل احنا ذكرنا قبل وهسه ارجع اذكركم. الفاعل الفعل المساعد ما اله دور، ما اله دور، ففاعل وفعل نقدر نحولها الى فاعل وفعل وتكمله. the baby فاعل، الاز الفعل هنا از فعل رئيسي يعتبر، اصليب تكمله، فاعل وفعل وتكمله. اذا حولنا من اس في الى اس في سي اس يعني فاعل وفعل وتكمله. جملة الثانية، هذا الفاعل وهذا الفعل، راح احول هذا، اشوف هذا الفاعل وهذا الفعل وهذا هو التكملة، يعني صارت عندي هنا صفة او يعني اسم، مو مشكلة صفة او اسم راح تاخذ هذا الموقف. اذا حولنا الفاعل اس في الى اس في سي، شلون ما احنا حولنا المبني للمجهول للمبني المعلوم، هنا نفس الحالة. زين اكو بعد تحويل؟ اي نعم اكو، عندنا الاس في يتحول الى اس في اي اللي هي مثلا عندك فاعل وفعل، وهنا فاعل وفعل وظرف. مثلا مثلا I went، I went مثلا to بغداد، أنا ذهبت إلى بغداد. I went fast، أنا ذهبت. هنا يعطيك جملة بها فاعل وفعل وأنت تكملها تحولها إلى SVA. ذني نحفظ هذه التحويلات، تحفظ ال SVA تتحول إلى هذا، SV تتحول إلى هذا، جملة المبني المعلوم تتحول إلى مبني المجهول. زين أكو بعد عندنا تحويل؟ إيه نعم، SVC تتحول إلى SVA. He is jobless. He is without a job. إذن هنا هنا الفاعل هي فاعل، ال is فعل، without a job هذه ظرف، لأن عندك ال without تعتبر يعني جار ومجرور. يعني مثل ما أقول he is in London مثلا، he is in London نفس الحالة. He is a jobless. He is job. He is jobless أو he is without a job. إذن تحولت لي الفاعل والفعل والتكملة إلى فاعل وفعل وظرف. راح يسألني واحد يقول لي زين استاذ شون يعني أعرفها يعني هي فاعل وفعل وتكملة؟ بسيطة جدا، من تلقى هي، من تلقى فاعل وهنا عندك لو صفة لو اسم، مثلا he is teacher، they are teacher، they become happy، هذه كلها تعتبر تكملة. وإذا ما شايف الموضوع ارجع شوف السوبجكت كومبلمنت، موجودة عندنا شارحينها بأول بداية شرح كتاب النحو المرحلة الرابعة. هذه كل فكرة موضوع transformational relation.